السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة الفيديو اللي أنا بعمله ده هتكلم عن لقاحات كوفيد-19. يمكن من أكتوبر اللي فات والتطعيمات بدأت تظهر، وبدأ العالم كله يبتدي ياخد هذه اللقاحات. بعد هذه الفترة اللي هي تقريبا داخلين احنا هو حوالي 10 شهور، ما زالت في اسئلة كتير جدا وفي ناس مش عارفة الاجابة عليها حوالين كوفيد-19، اللقاحات بتاعت كوفيد-19. النهاردة بعمل الحلقة ديت وهي عبارة عن مقال انا كاتبه عندي في الموقع عن لقاحات كوفيد-19 واهم الاسئلة، واهم سؤالين بجاوب عليهم في هذا المقال هو متى تبدأ المناعة بعد الحصول على اللقاح. ده سؤال. السؤال الثاني هو هل يحميك اللقاح حماية تامة من الاصابة بفيروس كوفيد-19؟ عشان نعرف الاجابة على هذه الاسئلة استمروا معايا واسمعوا هذا الفيديو، واللي عايز تفاصيل اكتر يبقى يشوف المقال يقراه بالكامل باسلوب سهل ومبسط وهيستفيد، لان في اسئله كتيره غير هذين السؤالين. يمكن منهم بعض الاسئله متى تبدا، احنا قلنا ايه متى تبدا المناعه بعد اللقاح، وهل تكفي جرعه واحده من اللقاح لتحقيق المناعه، وكيف تعرف اذا كان اللقاح دوت فعال ولا مش فعال، يعني ايه العلامات. ليه الناس لما بتاخد جرعة تانية أثناء الجرعة التانية بتحصل عندهم أعراض جانبية أشد شوية من الجرعة الأولى؟ كم تدوم، طبعا ده برضو سؤال مهم، كم تدوم المناعة بعد الحصول على أو إتمام الحصول على اللقاح؟ ده سؤال مهم جدا. يا ترى هتحقق لك اللقاحات دي، هتحقق لك مناعة دائمة طويلة المدى ولا قصيرة المدى؟ وهل يمكن أن تصاب بالعدوى بعد أن تأخذ اللقاح كاملا ولا لا؟ الإجابة على السؤال أجاوب هنا في الفيديو على سؤالين، وهو متى يبدأ الجسم في تكوين المناعة ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بعد أخذ اللقاح. طبعا الكلام ده بناخده من الشركات المنتجة، وهي بتجيب كلامها بناء على الدراسات اللي عملتها على الناس اللي أخذوا التلقيحات، يا إما في أثناء المرحلة الثالثة أو بعد كده بعد ما بدأ تنفيذ إعطاء اللقاحات. فشركة فايزر والشركات الأخرى بتقول إن اللقاح بيبدأ أو المناعة بتبدأ بعد حوالي 2 أسبوع، ولذلك أنت ما بتتم اللقاحات تماما بعد 2 أسبوع تقريبا او ممكن 3 تقدر تاخد او تحصل على كارت التطعيم. وطبعا ده مفيد جدا الكارت ده، لان يعني بيسمح لك بالحركة وبيسمح لك بالسفر وبيسمح لك بانك تدخل في بعض الدول المولات والاماكن العامة. بعض الدول اللي حققت نسبة عالية من التلقيحات، نسبة غطت مثلا 60-70% من إجمالي الشعب، بيطلبوا المقيمين فيها والمواطنين بأنهم يلتزموا بهذه الإجراءات. ممنوع دخول الأماكن العامة إلا طبعا السفر، يا إما بعد التلقيح يا إما تضطر إلى أنك تخضع للحجر الصحي. والمعلومات دي بصراحة مهمة جدا، لازم نعرفها ونفهمها جدا، لأن نفهمها كويس قوي. ليه؟ لأن الوباء للأسف الشديد سوف يمكث فترة أطول مما كنا نتوقع في البداية. يعني حسب الأحوال اللي احنا شايفينها حالة الوباء لن تنتهي قريبا، ربما حالة الوباء على مستوى العالم تنتهي مثلا يمكن سنة 25، بعد 4 سنين من الوقت الحالي. ولحظة، أنا بتكلم عن الوباء، يعني سنة 25 مثلا حسب التوقعات هينتهي حالة الوباء، لكن المرض مش هينتهي. مرض كوفيد-19 ده تقريبا استقرت الآراء على أنه هيستمر، بس مش هيستمر على وضع وباء، وإنما هيستمر زي أي مرض الناس متعايشة معه، زي الإنفلونزا وزي البرد. فالإجابة على السؤال الأولاني وهو متى تبدأ المناعة بعد أخذ اللقاحات تماما، الإجابة عليه هي بتبدأ بعد حدود 2 أسبوع من أخذ اللقاح الجرعة الثانية، أو اللي واخد لقاح جينسون بتبقى جرعة واحدة. طيب هل اللقاح اللي انت بتاخده ده بعد ما تتم اخذ اللقاحات وشايل الكارت، يا ترى الفيروس هيخاف منك بقى ومش هيجي ناحيتك؟
طول ما انت شايل الكارت ده، لا للأسف الشديد الفيروس هيصيب الناس الذين تم تلقيحهم، أصبح حاليا بعد ظهور المتغيرات المتحورات الجديدة زي متحور دلتا، أصبح الإنسان الذي تم أخذ اللقاحات والإنسان الذي لم يأخذ أي لقاحات نسبتهم متساوية في فرصة العدوى بفيروس كوفيد 19. الفرق الوحيد أن الإنسان الذي أخذ اللقاحات لن يدخل في حالة مرضية شديدة، ممكن تجيلوش أعراض أو ممكن تجيله أعراض خفيفة، وده كلنا يمكن كتير من الناس مرت بيها. أنا شخصيا جات لي رشح، طبعا الأعراض الجديدة للكوفيد 19 دلتا متحور دلتا، أما الواحد بيجيله رشح زي البرد العادي جدا والواحد يفتكر أنه برد، فممكن الواحد تجيله أعراض خفيفة أو ما تجيلوش أعراض كتيرة إذا كان واخد اللقاحات تماما. والحماية هي ضد المرض الشديد، وبالتالي ضد فرصة أنه يدخل المستشفى، وبرضه ضد فرصة الوفاة. دي الفايدة، لكن فرصة أنك أنت تصاب بالفيروس هي زي الناس التي لم يتم أخذ لقاح لها، وممكن أيضا أنك تنقل الفيروس للغير، وهو ده السبب. حتى لو واخد اللقاح تماما ما بتقدرش تسافر بحرية مطلقة يعني، لا ده أنت بتبقى واخد اللقاح تماما قبل السفر لازم تعمل الاختبار ويطلع سلبي. ليه؟ لأنك أنت ممكن تكون مصاب وتنقله للناس اللي أنت رايح له. امتى بقى هنوصل لمرحلة انك انت تسافر بدون ما تاخد دم، بدون ما تعمل تحليل ولا حجر صحي؟ الله اعلم امتى ده يحصل يعني، بس المتوقع انه هذا يحدث بعد ما تنتهي حالة الوباء على مستوى العالم، يعني بعد 3-4 سنين. كده جاوبت انا على اهم سؤالين عندي، وهو متى تبدأ المناعة تتكون في جسم الشخص بعد حصوله على اللقاح كاملا، وهل أخذك للقاح يعطيك مناعة كاملة مطلقة ولا لا؟ اللي يحب يكمل إن شاء الله ربنا ييسر، وافتكر أحط لكم اللينك بتاع المقال تحت الفيديو، اللي يحب يقرأ المقال يقرأ بالكامل في الموقع، واللي عنده أسئلة يبقى يحطه تحت المقال إن شاء الله. وشكرا لكم، وربنا يديم عليكم العافية والصحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.